يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان للرجل زوجتان وحصل بينه وبين إحدى زوجاته مشاكل، السؤال هل يجوز للزوج أن يهجر إحدى زوجاته لمدة يوم أو يومين ولا يبيت عندها بل يبيت عند الأخرى؟ يهجرها في المضجع لكن لا يبيت عند الأخرى، يبيت وحده أو ينام مع المهجورة ولا يلتفت إليها ولا يكلمها، يروح للثانية لا.